على العموم ايضا عيدكم مبارك وعيالكم سعيده ونكمل معاكم. شفتوا في الحلقه الماضيه حلقتنا بتفوز الفنانين والجمهور اللي معانا، بنكمل معاكم، كل معاكم ايضا ان شاء الله اللي ما طلع الحظ في الحلقه الماضيه يطلع رغم الان. في ايضا جوائز الجمهور راح نسحبها، وفي ايضا الفنانين، وفي سياره في النهايه راح من يدق سلف هني. لما تجي السياره نعلمكم، لما تجي السياره. على العموم تعال يا صغيره، غيرنا يمكن تسحب المره. ها عافيه، يلا عاد عفيد ابراهيم. ها 1456 عفيه عفيه 1456 غير غيره. ها عافية كم؟ 1413 صح. وينه؟ 1413 الصوب بعد. يا حياك هناك. ها 1408 وينه الصوب؟ 1408 وينه؟ حياك العميري رئيس اللجنة، طبعا رئيس الفرقة التلفزيون. عميري ما يصير يطلع مرتين، اللي قطته البنية صح، ما عليش معذور لأنه طلعت مرة. هذا البنت اللي عادته، هذا خشة سحبينا والله ما العميري. 1494 نيه يلا غيره بعد عافيه. لا يبا عائلة علامك. 1486 وينه؟ مني الصوب بعد. نيه تعال، مو كذا طلع من الساعة هذا اللي ما طلع. لا خلينا نشيشهم بس. لا ما طلع. ها بعد واحد. ها 1407 وينه؟ 7 هناك. ها يلا بعد 1430 1430 وينه؟ حياك بس مشكورة. روحي صغيره. بحافظ خليك معي. ها تفضل يلا خليون جماعتنا الآن أيضا. خليون حياكم الله، وينهم يا طلال؟ طبعا حياهم. أوه حياهم مرة ثانية. طبعا الأخ محمد الزامل مدير البرامج الرياضية، الأخ كنعان حمد أيضا الفنان الكبير الحمد لله على السلامة، الأخ فوزي طبعا المسؤول المالي او المراقب في تلفزيون الكويت، وفريق شو يسمي الفريق شنو؟ فريق شعبوله. فريق شعبوله قد ما سامعكم. فريق شعبوله شعبان عباس مركز الابرق. حياك الاخ الكريم كاظم المجبل مسرح سور. هلا وسهلا الاخ ياسم التمار فرقه التلفزيون. حيوا معاي فريق شعبوله، حيوا. ها شو نسمي فريقكم؟ اول؟ ها؟ نسمي فريقكم؟ فانتازيا. ها؟ فن تشكيلي. فريق؟ لا فن التشكيلي. لا فريق تشكيلي. ها؟ فن التشكيلي. ثريا البقصمي. ثريا البقصمي، ثريا البقصمي. الأخ يوسف الطراروي فرقة التلفزيون. فرقة التلفزيون طراروي، أهلاً وسهلاً. أحمد اليعقوب مراقب المنوعات والإذاعة. أهلاً وسهلاً. حياك الله. ها؟ وين نبدا؟ اي صوب؟ يمين ولا يسار؟ كيفكم؟ خلي يبدون. يمين. يمين. رقم 5 يا اخ محمد، رقم 5. انشات وزاره التربيه معاهد لتحسين الخطوط العربيه
بهدف إحياء التراث الإسلامي العربي. متى كان هذا؟ في أي سنة أخ محمد؟ خطك زين؟ تمام؟ إذا خطك زين متعرفه، هذا كان سنة 1965. 1965 لما لعب نهائي الدوري العربي والقادسية. ها أنا ما ودي أضيع يعني، بقولها شخطة كذي يعني، خاف أضيعه بعدين أعطيه كلمة طويلة يضيع، وبعدين إذا ضاع معنا ولا ما أحب الكلام يعني. يعني 1970. 70. أبو يوسف. ألف وتسعمية وخمسة وسبعين. وخمسة وسبعين. لا. وين؟ منو؟ خمسة وسبعين. خمسة وسبعين. ولا على صح؟ ولا على؟ ولا على صح؟ صح. صح. طيب. السؤال هني عندكم ستة. كان المفروض للشيخ أحمد اليابي رحمه الله رحمة الله عليه أول حاكم الكويت يزور أوروبا، في أي سنة كانت الزيارة هذه يا أخي محمد؟ الله يرحمه الشيخ أحمد اليابر لما زار أوروبا كان بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، يعني كان سنة 1946 بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية مباشرة. 1946. اقتنعان. انا كنت صغير ما اذكر، بس اذكر شايلتني قريناها احنا، شايلتني الخادمة ومشت. شالتها الفلبينية؟ لا مو قبل، ماكو فلبينية. ما المهم ما افتهم يعني، ما افطلبه. وعبرنا صوب المياس ورحنا صوب المطار القديم نبي نطالع الطيارة. ايه قالوا لي ان سنة 1949. 1949. قالوا لي. قالوا له. انزين. ابو يوسف. اتذكر هذا او هذه الزيارة اتذكرها تمام لانها تصادف عيد ميلاد بنتي 1/10/1948. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 1946. ستة واربعين. نعم عند الأخ محمد زامل. 1946. وانت جوابك ولع له. طفلة طفلة. 1949. قالك 49 المياسو. ها يلا ياسكم الفرصة الحين تفوزون. سؤال رقم سبعة. في أي سنة بدأت العلاقات القنصلية بين الكويت والولايات المتحدة أخ محمد؟ هذا بعد شعبان. تذكرك؟ شعبان. في يوليو عام 1951. يوليو. العلاقات في يوليو شهر سبعة. شهر سبعة 51. طيب. وهو صح 51 لكن مو بيوليو، في اكتوبر. في اكتوبر 51 في اكتوبر. حدي. لا لا ابو يوسف. لا هو في العيد الوطني في 51 فبراير 51. وين العيد الوطني في فبراير 51؟ وين شعبولة؟ الزامل. ها الزامل الاخ محمد الزامل. ايش قال الزامل؟ اي سنه؟ نسوا. لا 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 يوليو 51. الزامل قال يوليو 51. اي عدل. والزامل قال يوليو 51 والزامل صح وانت صح. يا عيني. خطا 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 خطا. في اكتوبر في اكتوبر في 15 شهر 10 عام 1951 عند الأخ كنعان. ياتك الفرصة ياتك الفرصة الآن تعادلون. استضافت الكويت مؤتمر القمة الإسلامية الخامسة في أي سنة كان أخ محمد؟ لا هذا بأكتوبر. ستقولي بأكتوبر. إيه 87.
اكتوبر 87 اخ نعان. انا اذكر كنت ناقل حفله الاستقبال في احد الفنادق الكويتيه 87 في يناير، يناير 87. يناير 87 ابو يوسف. لا لا في فبراير 86. فبراير 86 خلوهم وين؟ تعادلون؟ ستة وثمانين فبراير. الإجابة 87، مؤتمر القمة الإسلامي في يناير. يناير كنعان في يناير 87. شعبولة اتيكم الآن شعبولة، إذا فزتوا في السؤال هذا الثالث تفوزون. يلا بس هذا مو عندي، هذا عند المخرج. يلا سيبك والله كيف سيبك، انت انا ضربت عيني وانا حبيبك. انت نظر عيني وانا حبيبك، وان حصل واختلفنا او في يوم افترقنا. زين مين اللي غني هذا؟ عبد المجيد. صح. اي لا عبد المجيد. عبد الله من تاليفه صالح الشهري. ها صالح الحان. الحان صالح الشهري. الحان صالح شهري وتاليف ساهر. ها ساهر لا ساري 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 ساهر ولا ساري؟ ساري لا تطيح لا تطيح. صح ولا لا صح؟ ها خلاص مبروك. ايوه مبروك الجائزه. مبروك مبروك حظ اوفر. انت مبروك. يلا على الجواز على الجواز. عطني الميكروفون عندي الميكروفون بس خلص من بعدك. يلا يلا بطاقه واحده. واحد واحد واحد. يلا يا شعب الله واحد عطنا. ها اثنين. ها ها لك انت. ها شوف شعب الله وغش لك. ها ها فوت له فوت له فوت له. يلا يلا زين شوف ها طالع أبا جورة طاولة إيطالي ذهب عيار 24 بقيمة 90 دينار. مبروك لك أنت مول شعب الله. أنت لك مبردة الحساوي بقيمة 175 دينار. مبروك مبروك. الله لا أنظمة أنتركم صوتي ومرئي ماركة الفوكس تحتوي على كاميرا بوابة ومونيتور وقفل بوابة بسعر مع التركيب والكفالة مضمونة بقيمة 300 دينار. مبروك 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 مبروك. طبعا احنا في معنا فنانه صغيره الحديده ايضا تشارك معنا اللي هي سنابل يعقوب الشطي فلونه ايضا بشارككم فيه وفلونه طبعا. فنبي الميكروفون حياك تعالي بقى. حلو ايوه تعالي يا سلام حياك حيوه. طبعا الفنانه فلونه شفتوها. انت ابن بسالك الاول امتى بديتي الفن او بديتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله بديت الفن قبل الغزو
إيه؟ صوت مفتوح؟ مفتوح الصوت. أوكي؟ يلا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا بديت الفن قبل الغزو بسنة. زين، من تعتقد الفضل الله في إنك أنتي بديتي؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. والدك يعقوب كان له دور أيضا، ها؟ والدك يعقوب كان له دور. طيب أنتي خدتي، أنا سمعت أو شيحة وكذا وسمة، وين في؟ من السفارة البريطانية. إيه. ومن الرئيس الفنزويلي. إيه. ومن السفارة طيب لو نالك كلمة شكر من تغد منها حقه؟ أنا اللي بشكرهم وايد، بس اللي على رأسهم بابا جابر بابا سعد. شكرا. طيب واللي بتغني لهم هالجمهور شو راح تغني لهم؟ يعيش الوطن. يعيش الوطن. خلنا نسمع من فلونة يعيش الوطن. تفضل. شكرا
شكرا. بارك الله فيك، وروح هناك عند فتحي حد الصناديق هذه. يلا خلينا نشوف. حيوا حيوا حيوا. ها وين تروح؟ يلا يا فلونه. سالميه. شوف. حصلت على تذكرة سفر. كويت بيروت كويت. طبعا تروح للبلد العربي لبنان الشقيق هناك ان شاء الله. ومبروك مبروك. الان طبعا وين الطاسه؟ سابق الان وينهم اللي على اللوحه؟ سابق اللوحه الان. وين الطاسه؟ واحد الطاسه. تعالي ها دهتوها فقير. يلا عفسيهم 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 عفها شي زين. مريم الصالح يا علامكم اليوم كلش الفنان. 1441. وينه؟ مايه غايب. يلا اوه عبد الإيمان حشوف ها وش الناس. 1470. وينه؟ اوه يلا بعد بعد. 1481. يلا وينه؟ يلا عليك يلا. مش بس بس مشورة بس خليهم خلاص. الله 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 ما يقصر الحساوي والديكور سوولنا اياه. بس الدريات هذه شويه طيح. ها مع الضيوف طبعا. الله بالخير طبعا. ايش رايك تغني اغنيه؟ كل واحد يغني لك يغني اغنيه يعطي جائزه. ايوه ها فكر. تعرف تغني؟ اغني لا سابق سلايت عندنا هذا مو شيء. ها من عيونه بيغني شويه صغيره اغنيه شويه كذي شويه معدل غني. اعطونا ثلاثه يلا ها حيو. اي فلان فلان شرط علي زين. اذا غنى اذا غنى خالد اعطونا ثلاثه بس نقعد. لا غنى نعطي جائزه وانت بلاش ما يصير احنا ندبك له. يلا بيني وبينك خلنا قراح ونبر مشى عين عين وكلمهم مسنا. الله. سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا. قلنا احنا اللي القمر يا قمر ما عرفش يزلنا. الناس طلعوا القمر وقمر ننزلنا. يا حي يا حي بارك الله فيك. يلا 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 يا مخرج جاهز لك. أول سابق أول صورة ناك راونة. لا لا خلاص انتهت ألامكم والله الحاسس. فنانة غادة السمان لا تخلونهم. شاعرة 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 عفوا شاعرة غادة السمان. يلا لك في النص ابو يوسف. جو فوندي شنو؟ ها روبرت فوندي. ها هذا اللي عندك مكتوب. غيره روبرت فوند. لا روبرت ريدفورد. وصلتك اللاسلكي خطا مخصوص. يلا يلا يا عبد الامام عدل. ها هذه زين اشاره مرور. ايش معناها؟ ها هذه اي معناها ممنوع الوقوف. لا امامك شارع ممنوع رئيس عام عام. اي خلاص تتهدى انت. انا الحين كله تعطيهم ممثلين انا. يلا حق اول واحد. يلا رجال جمهور
شنو زي هذا؟ أي ديرة؟ المغرب. مغربي مغربي صح المغرب زي المغرب صح. ها لك أنت الآن. يلا يلا. شنو هذا؟ باريس. اي باريس عشان النصر هذا. قوس النصر صح 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 عشان. يلا هذه من هي هذه؟ طالعها هذه من هي؟ اي شوفها حق التوهق. يلا اخوكم مسنوق شو اسمها طالعها؟ ماكس كلينتون. ماكس كلينتون صح. شنو ماكس كلينتون؟ كلينتون عشان قلت لك زوجة كلينتون. صح صح صح. لا زوجة كلينتون زين. شو اسمها؟ لا ايش تبي اسمها انت؟ شو اسمها؟ هيلر. هيلر 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 عدل عدل عارفها زين بس يلا عرفها بس ما ودي اقول صفره بس انت ليش كنت الان ها خالد راونا خالد يلا لازم كل اجانب من بلا رجال خلص مايكل دوغلاس. مايكل دوغلاس الو صوت طيب ها يلا ورنا ليش ليك ليك ستيفن هوفمان. ها صح 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 ستيفن هوفمان صح صح قول لي صح هوفمان طيب هوفمان بعد شنو بس قال خلاص شنو ما قال لا قال قال صح قال صح صح قال صح قال صح يلا انت الحين انت انت ولا هو اللي يفوز عليه بالعافيه يلا ها حق التون يلا تفضل شنو وصل الفاك غلط شودمان سلطان برونا سلطان برونا انت اللي فزت مبروك صفق لي بس فازوا والله ما بغينا يلا ها يلا الله وين راح كنا ما يبي يعطيني جايستك ابو يوسف قولوا لنا جايسته شنو هي تعال تعال اسمع ها ها بمية يلا هو ما شافها شوف ما شافها لا لا انا بشوفها بقول انا بقول لك شغله اذا عرفتها تاخذ الجائزة اذا ما عرفتها بياخذها واحد من احنا الثلاثة لا ما يصير لا زين لا زين تشتري محمد بمية بمية يقول لك يلا ها كم انا ما شفتها بس اقول طلع طلع بمية وخمسين ابو يوسف اشتري انا والله شفتها الحين يعني ما اقدر اقول لك اشتري ولا لا ها الحين عندك اثنين زين انت الحين بسألك انا مايك ايك سيده ولا عن التناكر ولا شلون يعني تناكر على يفيدك سيده سيده هم يفيدك هذا يبقى بيب خزان فيبر جلاس قيم 1000 جالون قيمته 830 دينار 830 دينار قيمته 830 يلا عند الاخوان هنا بطلهم يا حاجه شنو في المباراه يلا حبيلنا ها مريم الصالح انتصار طيبه ماكو ها 1414 ها وينه حياك اثنين غيره ألف أربعمية وثلاثة وخمسين وينه أوه. حياك بعد غيره ألف أربعمية وثلاثة وستين وينه ها
كم كم رقمك؟ 1462 63 وانت كم؟ 93 ها؟ 93 63 ليش دي ليش؟ تقعد تفضل غازي خلاص تفضل خل نروح نال هذا شاب وهذه ساعة شغل عدل اللي ينطر السيارة يصبر شم شم ساعة زائد شال ماشي اسمع كارتير كارتير يا يعرفون الحريم كارتير ها والساعة ها ساعة فولير بين عاد طيح الله ان شاء الله ان شاء الله ساعة ساعة وهذا اسم الكريم احمد الحافظ احمد الحافظ ها الحافظ ما تحكي ما الحافظ احمد الحافظ الحافظ كم تنام 170 170 طيب خوش ها كم اسال وش اسمك سعود شويعي يا شويعي بكم كم يلا شويعي 150 150 هني 170 هني 150 اخ غازي عيد على السلامه الله يسلمك عيدك مبارك عاد اليوم جايب لي مدرس خصوصي يدرسني الشغلات هالساعات اي لا يدرسني الشغلات هاي مال التثمين اي زين انا اقدرها ب 120 120 هم الاستاذ اللي قالك هذا مو ساقط الا تروح لدرسك تقول له والله التثمين هذا خرطي انت توكل مع السلامه مع السلامه والشويعي توكل شنو انت فرقه تلفزيون شو السالفه فرقه تلفزيون شو السالفه تشتغلون شنو تشتغلون بياعه انا خاف 170 قلت انت اصعد 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 ايش ايش ويه 75 كه 100 75 انزل شويه 103 وصعد شويه 74 وانزل شويه 73 ونص واطلع شويه ناقص ربع اطلع شويه 175 مبروك مبروك شيله شيله يلا نسحب الان نسحب تعالي تسابق الان الثقافي وبعدها الطياره وثم السياره ها يلا جهبوا السياره بس لما نقول على التلفزيون يروح بينا ها 1469 اوه طلع ها بعد 1469 ازرق 1469 صار كم 1469 وين لا 69 احنا ألف أربعمية وثمانية وثلاثين ألف أربعمية وثمانية وثلاثين حوش الطاسة حوش الطاسة حسن حطه وينه يلا يلا بشاري حياك ها ناك 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 ايه
1412 حلال 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 تسابق مستعدين اسم الأخ الكريم اسم خالد ليلي بس رجال شوي الجمهور سمحتوا رجال فنانين طبعا عيدكم مبارك الآن احنا داخلين على التسابق الأخير بنجيب الطيارة وبعدين بندخلكم السيارة هني قول الله الله بسم الله الرحيم عيدكم مبارك يا عمك سعيدة اسم الكريم خالد ليلي خالد ليلي يا ليلي بالسالمية يلعبون اخوانك اهلا وسهلا على فكرة مو ليلي 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 ايش اسم خالد ليلي مو ليلي خالد ليلي ها بسم الله الكريم شاري بلام شاري اهلا وسهلا اخ مشاري كاظم الزامل كاظم اهلا وسهلا مستعد استعد في الكويت شاركت في دوره الالعاب الاولمبيه في اي سنه اول مره اول اشتراك ها كاس العالم دورة الألعاب الأولمبية مو كأس العالم كأس العالم 82 لكن أولمبية 70 لا 1968 كانت في المكسيك وكان في لاعبين اثنين فقط كانوا من الجيش وكان رئيس الوفد المرحوم والله يرحمه عبد العزيز الخطيب كان رئيس الوفد طيب هل شاركت الكويت في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ 72 صبر لا شاركت في اثنين سباحين ست سباحين واربع لاعبين في العاب القوه عدل الان عندك عند الاخ محمد السيل الاخ محمد المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب معروف عندنا طبعا متى انشئ عطى ثلاثة اجوبه هل عام 1973 او عام 1974 أو عام 1975 وين؟ ها 1975 خطأ عدل؟ إيه 1974 73 73 الآن يلا يا أخت كنعان لك يا ليلي بسم الله مدرسة النور للمكفوفين أول مدرسة في الكويت لرعاية المكفوفين وضعاف البصر فمتى أنشأت هذه المدرسة؟ ثلاث تواريخ 1955 1954 أو 1953 ها ليلي سرعة رجاءً 53 خطأ ها خطأ ولا صح؟ خطأ كم؟ 1955 بيوسف لك مشاري عدل يلا الكويت كانت سباقة في استضافة كثير من الدورات العربية وكانت من أهم الدورات العربية كانت الدورة العربية المدرسية الأولى اللي نفتقدها الآن وكانت أول دورة مدرسية عربية استضافتها الكويت في أي سنة هل في فبراير 62 أو في أكتوبر 62 أو في نوفمبر 63 ها يلا مشاري نوفمبر 63 صح 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 مشاري سؤال الأخير لو جاوبت التعادل معه متى أنشئ النادي العلمي في الكويت 73 74 أم 75 لك طالعني صوب النادي العلمي نادي العلمي متى أنشئ 73 74 75 لا 75 75 قصوا عليك 74 مشاري أنت الفائز مبروك اسحب يلا
لا عبد الله سك الدكان ايه سك الدكان طلع له تعال مكنسة هاكو باتريوت بقيمة 120 دينار مبروك الكاري مبروك ها تعال يلا عاد شاركونا ضيوفنا الحريجة الأخ محمد انتوا بتسحبوا لنا الآن اثنين ورقتين اسحب واحدة واحدة يلا واحدة بس واحدة بنتين نبي ها لا بس بنتين نبي تسابق طيارة 1423 وينه؟ هناك ها 1492 1492 وينه؟ وينه؟ طيب الحين مشكورين ابو يوسف مشكور كنعان مشكورين ابو وصال حياكم الله شكرا والان طبعا التسابق راح يكون على الطياره وبعدين على السياره اي نرجعهم كلهم ونسحب اول الجمهور ايضا بعد جوائز الجمهور من الصندوق الابيض وينه جاهز يلا عطنا الطياره عطنا الطياره هاك يا خليل لا هذا اللي بنسحب ايه انت ضرب مو صح لا طبعا الاخ علي الاخ عبد الله الفرج عبد الله الفرج بدك تخرب لا خنطار نتاكد خلينا نشوف اه اي عادل شوفوا عاد ايضا راح نرجع احنا وين الكويت والله نعم الكويت متى تأسست شركة طيران خطوط جوية الكويتية 53 أم 900 54 أم 55 53 53 خطأ علي 55 55 خطأ 54 شهر مارس 1954 شهر مارس متى انطلقت إذاعة الكويت للمرة الأولى 51 52 أم 1950 رجال دوس دوس 51 51 وكان أول مذيع مبارك ميال مبارك ميال صح 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 30 يونيو عام 1946 تاريخ مهم في الكويت فماذا حدث في ذلك اليوم كم يوسف في 30 يونيو 46 تاريخ مهم لي في الكويت الآن مهم جدا شو اللي حدث فيه تصدير أول شحنة للنفط تصدير أول شحنة للنفط صح صح كرك صح ما شاء الله صادق درس أبغى طبعا بعد بدل الأسئلة النفط الكويت الكويت الخام ها زيت ولا بروفا لا بروفا باكر بداية عام الطفحة سمي كذلك بسبب معروفة عام الطفحة أي سنة يقول ما يقايل حط لك الجرس بعدها لازم تعرف قبل انت طفحة ايه اعتقد في اعتقادي شخصي ايه ايه 1900 1900 ايه وخمسة تسعة لا لا عشرة لا لا 11 12 13 53 ها 52 51 ها 1912 12 اي انا ابغى تقصد سنه الهدامه اي سنه 34 35 36 كم 35 35 خطا 34 صح الله
ها؟ لا عشان لا يقولوا مخرج. متى صار الكويت علمها الخاص احمر وفي وسط كلمه الكويت باللون الابيض؟ 1913 ام 14 ام 15؟ هاي يستاهل. تستاهل انت. حول لك. ها؟ حول لك. ها؟ 15. 15 خطا. 15 او 14 او 13؟ لا 13 خطا 14. ربط ما اقدر اقول. علي علي ودع خلاص مبروك. ما عطيتك جنب قول اي شيء ما مستحيل يقصدك. ها لسوا ايه لسوا عطوا عليه تعالي يلا. هاي طبعا اخر فقره. ها يلا اشوف شغله عدله. مظله سيارات 5×2 امتار بارتفاع مترين ونص بقيمه 400 دينار. مبروك. عندي 4 جوائز للجمهور. عندي 4 جوائز للجمهور وفي عندي قبل تثمين. ها تم تثمين. هوش هوش شغل عدل. واربع للجمهور. عطنا والله العظيم. لا الحين الزرق بعدين البيض اخر شيء. البيض اخر شيء. البيض وين تغيرونه؟ تعالي بس تعالي يلا. ثلاثه بسرعه عيوننا ثلاثه. سحبي رقم بسرعه يلا. سحبة كم؟ لا ترجعينا. كم؟ 1426 1426 1426 1426. ها وينه؟ سحبة ثاني غيره. هناك حياك. 1440. اه زين. ها ألف وخمسمائة وتسعة وعشرين. وينه؟ طلع حياك. شوفوا عاد ساعة والله شغل عدل. ساعتين. الماركة الماركة هي رجالية. واحدة نسائي واحدة رجالي. طلعوا تفرجوا عليها. هاي ساعة كريستيان مارسيل. كريستيان مارسيل ومعاها قلم كشخة بعد. ها بعد بعد. نعم المخرج يقول طلع الساعات وصكها وحطها كذي وخلي شوف والقلم. شوف اسم الاخ الكريم. سعود عبد العزيز. سعود بكم؟ 210. 210. ها 210. 210 زين. ها صالح يعني 170. 170. الأخ الكريم اسم الكريم. عباس بلوشي مسرح السور. مسرح السور. قال بلوشي بكم؟ 150. يلا زين ما عليك منه. 150. 150. انت كم قلت؟ 210. 210. استريح. كم قلت؟ 170. 170. تعال يمي. انت كم قلت؟ 150. استريح. صدتهم انت الحين صدتهم. 170 قلت. ارتفع ايش شوي يه شويه. ايه 175. 175 ارتفع شويه.
180 180 ارتفع شوية 182 شوية 185 شوية 190 شوية 200 وش انزل شوية 185 انزل شوية اطلع شوية 190 190 مبروك 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 190 190 هي سعرها الآن عطنا بالله البيضة البيضة سلة البيضة ورجع الزر كلهم رجع الزر كلهم رجعتهم سلها تعينا صغيرة ها بيضة خليل اخذ منا البيضة هناك اخذ في ناس باخذ منهم ها قبل لا نسحب قبل لا نسحب هاي طبعا للجمهور جواز ما ندري شنو فيهم منو حظه بس جمهور بس جمهور لا لا الفنانين لا بس جمهور بس جمهور بس فنان الازرق خدت كفايه سحبي لنا ها استريح ابو حوض استريح ها 1795 وين الرقم وين وين 1795 يلا حياك حياك ها يلا بعد هناك تفضل ها 1810 وينه 1810 ها عادل ها بعد غيره بس جمهور 1698 بس جمهور 1698 طلع لا كاهوية ما طلع ها رجاء 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 ها ها حياك حياك فرقة تلفزيون فرقة تلفزيون لا ما يصير لا ما يصير فرقة تلفزيون فنانين ما يصير ما يصير 1698 غيره يلا غيره ما سمعوني ها 1879 وينه 1879 غيره غيره يلا غيره ها 1898 يلا حياك ها يلا بعد 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 1898 1882 لا 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 1882 1882 غيره ذهب السيارة ذهب السيارة ها ألف وثمانمية ألف وثمانمية لا كاهو طلع حياك حياك ها خلاص هاش هاش أربعة 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 شوف كل واحد يسحب حظه يلا كل واحد ياخذ واحد افتحه حطه بسم الله الرحمن الكريم عبد المجيد النجار عبد المجيد النجار رجان الجمهور مجيد النجار والله انك صدتها تذكرة سفر الكويت باغيس الكويت مبروك 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 ديوانية اسفنج بقيمة 175 دينار مبروك مبروك أشوف شو اسم الله الكريم فيصل القطامي فيصل القطامي خلاطات ديلوكس بقيمة 200 دينار مبروك ها ولد القطامي ولد القطامي ولده يصير ما يخالف حياه الله ولده يعني وهو لا اسمك الأخ الكريم خالد العبيد خالد العبيد تذكرة السفر كويت قاهرة كويت مبروك خطوط الجوية الكويتية مبروك مبروك طبعا الآن ما نبي نوقف ما نبي نوقف فرقة التلفزيون طلعوا عندي الفرقة لفها 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 فرقة التلفزيون طيرانكم تعالوا عندي يا صوب خلكم ما خدوها منك يلا فرقة التلفزيون
داخل سيارة داخل سيارة. وشكرا للجمهور اللي معانا، وعيدك مبارك وايامك سعيده. وهذه هي السياره الخامسه اللي نبيك تفوز. السياره الخامسه هذه حتكون حق الاخوان الفنانين. بس شلون لعبتها عاد؟ والسياره هذه لعبتها لعبه سهله. تعالي يا صغيرونه، تعالي. واللعبه صبر، هذه له كم؟ 29 مفتاح، وهذا المفتاح الأصلي، وهذا شوفوا مقفولة؟ لا قفلها قفلها وارفع الجام وعطني المفتاح. نعم لا اللي يفوز هو اللي يفتح. ها قفل قفل يا ابو عبد اللطيف، اقفل قفل بيبان كلها. ها ثاني اوكي. شوفوا هذا رقم 30، وهذا افتح، وهذا خلطناه، وهذا كذي. وين عاد الحين؟ يلا سحبي رقم الازرق. سياره هديه الفنانين 1457. تعال يلا يا بسام 1457. خلي مني يلا يا بسام 29 مفتاح 30 الحين يلا طلع مفتاح وجرب. اي يعني ها واذا ما نجح ترجع غيرك. اي يلا روح يلا ها وسع له. صب صب ناك ناك البال باب بسام ناك ناك. اي الله صيده. اي ما يفتح اخذه طلال، اخذ افتح طلال اخذ افتح. غيره سحب لنا غيره سحب لنا. ها ها 1482. اوف اوف ها 1482. الله ثقال سيارة. عزيزة خل بالك ايدك. روح روح طلال اخذنا المفتاح افتح. غيره ها 1454. 1454. ها خله خله. شوف كل واحد له دوره يلا انزل. ها
يلا الباب الباب يلا غيره 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 ها 1483 1483 هي الحربي 1483 يلا والله والله عشاء بس بس هاي صبر هذه السيارة مي لعبة طاح هذا ما شغل فيه يلا والله باخذ روح روح ها غيره 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 1379 1379 1000 يلا اوه ها طارق وين طارق؟ ها تقول شو يقول؟ والله انا باخذ هذا اللي طارق يلا انا حاسبه ها شغل مبروك 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 سيارة مبروك طبعا السيد الحقيقة مبروك مبروك سيارة مبروك مبروك على العموم على العموم عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة ومبروك الجواز السيارة شفتوا شمال الخليج وهذا المفتاح الأصلي شوفه لك ومبروك مبروك نشوفكم إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله السنة الجاية السنة الجاية كل عام وأنتم بخير